لو جيت تفتح صفحة الترند في مصر هتلاقي ان في اول 5 مراكز او اول 10 مراكز لازم تلاقي فيديو كليب، ولكن الفيديو كليب ده مش لمطرب عادي ولانه مطرب راب او مغني راب. الراب كمزيكا ما اتشهرش في مصر من زمان، يدوب يعني من 3 4 سنين كده، الا وانه حقق نجاح باهر وواضح جدا. يا عم محمد، ايه اللي دخل الراب سين في التاريخ العسكري والتاريخ عموما اللي انت بتتكلم فيه ده؟ ولا انت ناوي تغير المحتوى ولا ايه؟ ومين قال لك ان الراب مش مرتبط بالتاريخ العسكري او التاريخ عموما؟ ده احنا في الوطن العربي وفي مصر بالذات لينا تاريخ طويل قوي مع مزيكا الراب. احنا في مصر بنعمل راب من 1200 سنة. دي البداية، دي لسه. هو ايه اللي 1200 سنة عم محمد؟ ده يعني امريكا اللي خارج منها الراب نفسها ما كانتش موجودة وقتها. هو مين قال لك برضو ان الراب اصله خرج من امريكا؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ انت ما سمعتش ميكي هو بيقول لك الراب اصله عربي؟ ازاي بقى اصله عربي؟ وايه علاقته بواحدة من اهم المعارك والملاحم اللي حصلت في تاريخ البشرية او في تاريخ المنطقة العربية زمان، وهي السيرة الهلالية؟ ومين هو ابو زيد الهلالي وزناتي خليفة؟ وايه علاقة القبائل العربية بالسيرة الهلالية بالراب سين؟ وازاي اصلا الراب وصل لشكله الحالي ده؟ وايه هي المراحل اللي مر عليها؟ يمكن الفيديو ده من اروع الفيديوهات اللي احنا عملناها قبل كده. اي نعم هو مش مرتبط بالمحتوى قوي، ولكن الفكره دي كان نفسي اعملها من زمان فعلا. وانا عامل الفيديو ده بالذات للشباب اللي زي حالتي، اللي بتحب النوع ده من المزيكا، وانك هتعرف ان الموضوع اكبر من مجرد يعني كلمات بنسمعها في ليركس، وان الموضوع مرتبط بينا وباجدادنا من زمان، سواء كان الفيرس او الفلو او حتى الباتلز، كل ده هنتكلم عنه دلوقتي. فانا مش طالب منك غير طلبين اتنين بس. اول حاجه انك تكمل معايا الفيديو للاخر يا سيدي، مش مهم بقى لا لايك ولا سبسكرايب ولا شيء، مش مهم الحاجات دي. اهم حاجه تكمل معايا الفيديو للاخر عشان تفهم القصة كاملة. الطلب التاني انك تحضر لك كوباية قهوة معتبرة كده، او حتى كاكاو، او ياريت تعملي معاك كاكاو، انا بحب الكاكاو الصراحة، حاجة كده، لان الفيديو المرة دي طويل شوية وقصتنا طويلة. لا طويل، انت مش شايف الفيديو عامل ازاي. وحابين نقول ان الحلقة دي برعاية منصة ايفست للتداول والاستثمار. ولو انت مهتم بالتداول والاستثمار، شركة ايفست بتتيح لك ان انت تتداول على اسهم شركات زي مثلا سبيس اكس او حتى امازون وغيرها كتير، وتداول حتى على السلع زي النفط والذهب والفضة، وتداول على العملات الاجنبية وحتى الرقمية زي البيتكوين والاثيريوم. ولو سجلت دلوقتي من الرابط الموجود في الوصف هتاخد بونص 50% على اول ايداع تعمله. كل الروابط بتاعته موجوده في الديسكريبشن بتاع يوتيوب او اول تعليق لو انت بتتابعنا على فيسبوك. انا محمد خالد، رواد جرا انجليزي، وقهوتك وحصل. لو جيت سالت والدك او جدك او حتى خالك او عمك ايه هي السيرة الهلالية، هتلاقيه شكح مره واحده كده وبصلك بافتخار كده، اتبسط، وبالذات لو صعيدي، لان الصعايدة هم اكتر ناس بيعزوا السيرة الهلالية وبيحبوا يسمعوها، وفي منهم كتير حافظينها وحافظين اجزاء منها كتير. وقبل ما نقول السبب، خلينا نقسم كده الحلقه ونقول بالترتيب هنتكلم ازاي. هنبدا نشرح الاول ايه هي السيرة الهلالية ونبدا نوصفها بالراحه كده، وبعد كده نخش في شويه تفاصيل فيها ونبدا نحكي البنيه الاساسيه بتاعتها، وبعد كده في اخر جزء خالص هنتكلم عن الراب سين وتطوره وعلاقته بالسيرة الهلالية والشعر العربي عموما. السيرة الهلالية من اسمها سيرة او رواية او حكاية من حكايات الشعبية القديمة جدا، لانها بتحكي عن واحدة من اقوى واهم القصص والملاحم اللي حصلت في تاريخ المنطقة العربية، لدرجة انها مصنفة من اليونسكو ضمن التراث الانساني. ولان سبحان الله برضو ليها اكتر من رواية في اكتر من مكان معين، يعني رواية الشمال وجه بحري في مصر غير رواية الجنوب وجه ابلي او صعيد، والرواية الشامية في دول الشام مختلفة عن رواية شمال افريقيا او في تونس مثلا. بل لحد دلوقتي السيرة الهلالية ليها روايات مختلفة في دول زي السنغال وموريتانيا وحتى نيجيريا، وركز في الدول دي بالذات لان احنا هنرجع لها في الجزء بتاع الراب، ها ركز فيه دلوقتي. وخلينا بقى نبدا نحكي السيره وتفاصيلها بطريقتنا، واللي بتدور احداثها في العصر الفاطمي، واللي بتحكي عن رزق بن نايل القائد العسكري لقبيله بنو هلال، واحده من اكبر القبائل اللي موجوده في نجد، وحاليا تعتبر من اكبر القبائل اللي منتشره في الوطن العربي كله. اهو رزق بن نايل ده كان يعتبر وزير الدفاع بالنسبه لقبيله هلال كده بالظبط، واللي كانت زوجته هي خضره الشريف. بتحكي السيره عن رزق بن نايل وان احتياجه لطفل صبي يشيل اسمه من بعديه. عايزك تركز معايا هنا في جمال السيرة والحوار ما بين رزق ابن نايل وما بين خضرة الشريفة وجمال الكلمات، وخلينا نشوف كده. اسمع كده. انا جايبك تعمر البيت حرة وظريفة معاني من يوم ما وضعت بالبيت، ليه ما جبتش عيال تاني؟ وفعلا حملت خضرة الشريفة وراحت مع الستات الحوامل لبركة الطير. في المكان ده الستات بتتبص على الطير كده وتتوحم على الصفات اللي شايفاها كويسة فيه في المولود بتاعها، تتوحم على قوته على شكله الجميل، وده اللي كانت بتعمله الست خضرة. ولكن اللي لفت نظرها ما كانش طير عادي، كان غراب. ولكن هي كانت تعتبر عندها حق، لان الغراب كان قوي وشجاع، وكان رافض فكرة التبعية والطموح للسلطة حتى لو هو كان نفسه يستحقها. وتتوحم على الغراب وكون نتيجة الوحم ده هو
هو ابو زيد الغلالي بطل قصتنا، شديد البأس الشجاع اللي بينصر الغلابة اسود البشرة، الشيء اللي هيفضل يعاني منه بقيت حياته واللي برضه هيخليه عظيم. وطبعا اول ما رزق ابن نايل شاف المولود طعن في رزق الست خضرة وقال لها ده مش ابني وانا مش مسؤول عنكم واطلعوا انتوا الاثنين بره. ازاي العبد يا خضرة يا على جعفر، خذ عبدك الأسود يا خضرة وارحل ارحل يا خضرة ما من منزل. وانطردت الست خضرة ومعاها ابنها من بيت جوزها رزق، ورفضت ترجع للقبيلة بتاعتها عشان ما تقومش حرب بين القبيلتين، وفضلت تسرح في أرض الله ومتقبلة الإهانة اللي توجهت لها، وراحت لمكان اسمه أرض السحالين. وتبدأ معانا السيرة تتحكي وترولنا مراحل النمو البطل بتاعنا هو أبو زيد الهلالي اللي كان واضح عليه علامات الذكاء والتعلم الشديد مع كمان القوة البدنية، ولكن مع كل المميزات دي كان فضل منعوت برضه باسم ابن الغريبة، إنه داخل مع أرض محدش عارف أصله من فصله وكمان أسود البشرة. وتمر السنين ويجي معانا أول اختبار لبطلنا أبو زيد الهلالي، وهي هجوم مجموعة فرسان من قبيلة بنو عقيل على قبيلته، واللي طبعا سحب سيفه عليهم وما بقاش فيهم حد يعني طاح فيهم كلهم. وتتورط قبيلة هلال مع قبيلة زعلان لان هم كانوا عاملين حلف مع بنو عقير عشان تكون حيلة القدر، ويقف ابو زيد الهلالي قصاد فرسانه من قبيلة هلال ويطيح فيهم كلهم وما يسيبش منهم حد وهو ما يعرفش. تقدم حسن للميدان قال لو كنت بحريها سيدك امتى يا عبدي حسك بان حاربني كيف وانا سيدك، خدوا بعض الاتنين بضربات على بعض جربوا الركايب لما الحي فيهم كمان مات، ابو علي سوى العجايب الاسمر ميل هيرميه الاسمر ميل هيرميه والحمل تحن الغرايب. عشان يلجأ لبنو هلال لجنرال القبيله وهو زيد بن نايل اللي كان معتكف في الصحراء وقتها، او يعني هو قاعد في خلوه لوحده يعني، وقالوا له ان في عبد حاكم علينا ان احنا ننام المغرب وما نولعش حتى فانوس في الضلمه. فمن كتر الغيظه اقسم اللي كان بيولع فانوس دلوقتي هيولع ثلاثه بالعند في ابو زيد عشان يتبرز وقتها الاسد العجوز الجنرال بن نايل مع الفارس اسود البشره وهو ابو زيد لمده 3 ايام تقطيع في بعض ومحدش فيهم يكسب. 3 ايام ومحدش فيهم يعرف الحقيقه ان ده ابو ده وان ده ابن ده. ولكن تظهر شيحة اخت ابو زيد وبنت نايل وتعترف بالحقيقة وتقول له ان ده ابنك يا ابويا، وتكون هنا لحظة الاعتراف، لحظة اعتراف الجنرال العظيم بتاع بني هلال بابنه الحقيقي وهو ابو زيد الهلالي. ويحكم ابو زيد لوالدته خضرة الشريفة ان هي ترجع من قبيلة زحلان لحد هلال على طريق كله مفروش من حرير. ونجري بالاحداث وتبدأ ترتبط صورة ابو زيد في مخيلة العامة بانه البطل المخلص منصف الغلبان، سيد الشجعان اللي عنده خبرة في العلوم وعنده خبرة في الطب وفي الفروسية، وطبعا قوته مش محتاجين نتكلم عليها. واللي ثبت الصوره دي في دماغ الناس اكتر هو الحدث اللي حصل بعد كده لما وصلت له ست بابنها اليتيم اللي بتطلب منها يساعده ان يجيب مهر لبنت عمه اللي هو عايز يتجوزها، والمهر ده كان فرس من قبيله بنو عقيل. ويتخفى ابو زيد الهلالي ويتسلل هو والشاب اللي معاه لحد قبيله بنو عقيل عشان يسحبوا الفرس ده اللي هو المهر، واذا في الطريق يكتشف محاوله اغتصاب علياء بنت جابر العقيلي وينقذها ويقع في حبها بعد كده، واللي تقدر تسهل له الطريق للوصول للمهر اللي هم كانوا عايزينه. وطبعا جزء مهم جدا من اي قصة او اي رواية وهي حب البطل. ونوصل هنا لواحدة من اهم الاجزاء في السيرة وهي التحدي، ويشح المطر وتبور الارض بتاعت بني هلال ويقرروا ان هم لازم يرتحلوا، ويقرر حسن قائد الهلالية ان هم يروحوا في مكان في شمال افريقيا بالذات تونس الخضراء، ولكن هم محتاجين يعرفوا عدد الجيوش الطريق هيبقى عامل ازاي، فمحتاجين زي كشاف، ومفيش غيره سيد الشجعان اللي يقدر يعمل حاجه زي كده وهو ابو زيد الهلالي. ويروحوا هم الاربعه في الطريق لحد تونس، وهناك تحصل معركه كبيره جدا ما بينهم وبين عبيد الزناتي خليفه، ويتم قصر الثلاثه ويسيبوا ابو زيد الهلالي عشان يرجع يجيب الفديه بتوع الثلاثه انفردوا. طب استنى بس يا عم محمد، انت سحلتنا وراك لحد تونس مره واحده، هم راحوا ازاي
والقصة بتاعتهم طالما هم راحوا تونس، القصة دي وصلت لنا ازاي في مصر؟ وصلت لنا من خلال قبيلة بني هلال نفسهم لما جم مصر في خلال الدولة الفاطمية، ولكن الخلافة كانت رفضاهم، رفض وجودهم او سخطها عليهم، فنفتهم للصعيد، وهناك حكوا قصتهم للمصريين او الصعايدة اللي كانوا موجودين هناك، وتعاطفوا معهم جدا، وبدأوا يروا السيرة او القصة بتاعتهم في اماكن كتير، ويرويها الشعراء والرواية الشعبيين وجيل ورا جيل وهم لسه موجودين. في الوقت ده بدأ المعز بن باديس ينفصل عن الخلافة الفاطمية ويعمل دولة خاصة بيه، وينادي باتباع الدولة العباسية او الخلافة العباسية. والملك الفاطمي وقتها رفض ان هو يبعت الجيش بتاعه، خاف، فكان الوزير بتاعه اشار عليه فكرة كويسة جدا، بقول لك ايه، ما تبعت العربان اللي موجودين تحت وتسلحهم ويروحوا هم يحاربوا باديس ده. وفعلا يتسلح العربان ويروحوا لواحدة من اهم المراحل في قصتنا او في السيرة بتاعتنا، وهي المواجهة اللي هتحصل في تونس، ويقابل فارس بني هلال ابو زيد الهلالي الاسطورة الزناتي خليفة، ابو 80 سنة اللي ما دخلش معركة الا وانتصر فيها. انا الزناتي والدي مذكور، زناتي والدي مذكور، راجل امين ما اخونش، اسمي في الديوان مذكور، انا زعيم ارض تونس، انا الموزون في لف عمي، نوم الليل معديني، فاجلي ما قلتش يا عمي، بقول يا مهزل اديني. وهنا يظهر جمال السيرة الهلالية، ان هي مش بتحكي عن رواية ما بين الخير والشر، هي بتحكي عن صراع ما بين بطل وبطل تاني، ونزل فيهم الزناتي خليفة في الهلالية طحن ومحدش فيهم كان قادر عليه، اسطورة. وفضل الزناتي خليفة مبقي العربان على اسوار تونس لمدة 14 سنة لحد ما وصل عمره 94 سنة، محدش قادر عليه، لا حسن ولا الزناتي خليفة ولا حتى الجيل الجديد اللي ظهر من بنو هلال. عشان يظهر الحل هنا في السحر اللي استخدمه دياب ابن غانم، ويقدر دياب يتكشف على نقطة ضعف الزناتي ويصطاده في لحظة غدر بالسحر وينتقم منه او يقتله. ودايما في الفلكلور المصري هتلاقي ان اسم دياب او رمز دياب بيبقى رمز للخسة او الوضاعة، وده جاي برضو من السيرة الهلالية. ويقع الزناتي خليفة ويقدروا العرب يفتحوا تونس، ولكنهم يتهزموا بعد كده بسبب فرقتهم وتشتتهم. والله يا اخي تحس ان الفرقة والتشتت دي فينا من زمن الزمن والله وراثة. عشان تتلخص السيرة الهلالية كلها في مثل واحد، وهو يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت، وتنتهي هنا قصة السيرة الهلالية، ولكن تبتدي قصة تانية وهي قصة انتشار العرب في شمال وغرب افريقيا. طب محمد هي قصة حلوة قوي، بس ايه علاقة القصة الكبيرة اللي انت قلتها دي بالراب سين المصري؟ مش فاهم. هنا بقى لو قهوتك خلصت روح اعمل لك واحدة تانية، لان الشقاوة كلها في الحبة اللي جايين دول، هتتبسط قوي صدقني. ولو بصيت على مزيكا الراب ونشأتها هتلاقي ان هي فيها شبه كتير جدا من اللي احنا بنحكيه او من السيرة الهلالية. لو جينا نبص لمزيكا الراب هتلاقيها ان هي شبه نوعا ما من السيرة الهلالية، مشتركة معاها في حاجات كتير زي مثلا الهجاء او الممارسة الكلامية، وان الكلام كيف وكيف السلاح بيهزم برضه، وده برضه موجود في الراب باسم الباتلز او الفريستايل. وهتلاقي برضه اهتمام باللحن السجع والقافيه، وان الكلام يكون موزون، وده برده موجود في الراب باسم فلو، وده اللي بتشتغل عليه عشان تحط عليه الكلمات بتاعت اللحن او الليركس. ده حتى يا اخي المواضيع تعتبر شبه بعضها. هتلاقي ان الفارس او الشاعر في الشعر العربي عموما مش بس السيره الهلاليه، هتلاقيه دايما بيمجد في نفسه وفي قابلته. على الناحيه الثانيه هتبص المغني الراب هتلاقي ان هو برده بيفتخر بنفسه جدا وبالمنطقه بتاعته او الجيهه. وهتلاقي برده مواضيع ثانيه بيتم اشتراكها فيها زي الحب او البكاء على الاطلال او الحبيبه، والبكاء على الاطلال ده اللي هو الكلام دلوقتي الكلام على المعاناه، وده اللي بيخلي الرابر نفسه اصلا يغني راب او يعبر عن المشاكل اللي عنده دي بالمزيكا اللي هو بيعملها. مش واخد بالك من حاجه؟ المزيكا دي من بره شكلها مختلف تماما عن اي شعر او اي حاجه مرتبطه باللغه العربيه، ومع ذلك لما جينا نخش اكتر هنلاقي الاثنين مرتبطين ببعض بشكل غريب. ونسال بقى السؤال المهم، ازاي المزيكا او الراب اتحول للشكل ده، ومع ان اصوله زي ما انت بتقول يا محمد كانت نوعا ما قريبه من العربي؟ وهنا بقى نبدا من مكان ما خلصنا، وقت ما عرب بنو هلال اتهزموا في تونس وتفرقوا وتشتتوا، لان التشتت ده هو انتشار للعرب دول او العرب بني هلال في الدول اللي حوالين تونس وتونس نفسها، يعني انتشار في دول شمال وغرب افريقيا. وعلى نفس الخط ده اسحب لي خط تاني، وهو خط الحج او العمره اللي كان بيتم في الحجاز، والقبائل الافريقيه اللي كانت بتيجي من اخر الدنيا علشان تيجي للحجاز ويؤدوا فريضه الحج والعمره هناك. وحبل تاني برضو وهو التجاره والتجار العرب والمسلمين اللي كانوا بيروحوا يعني مناطق كتيره جدا. وابدا بقى اسحب معايا الحبل كده واحده واحده، ونبدا بانتشار العرب في شمال افريقيا اللي كان على مراحل. المرحله الاولى كانت مع الفتوحات الاسلاميه، والمرحله التانية
الثانية كانت في العصر الفاطمي وانتشار قبائل بنو هلال هناك، وانتشارهم في دول زي الجزائر اللي في منها جزء كبير جدا من أصلهم يرجع لقبيلة بني هلال، ده غير أصلا تونس نفسها، وعندك دول تانية زي المغرب وموريتانيا اللي موجود فيهم برضو عرب الشوا، لدرجة إن أنت هتلاقي نفس العرب دول موجودين في دول أفريقية زي السنغال وحتى نيجيريا. العرب دول وصلوا من شبه الجزيرة العربية معاهم ثقافتهم ولغتهم اللي فيها تراث كبير جدا، وطبعا دينهم الإسلام واللي يعتبروا داب وسط الشعوب دي وثقافتها واللي تقبلوهم بشكل كبير جدا. ومع الوقت الثقافة الأفريقية اللي كانت معتمدة على المزيكا والرقص بدأت تاخد من الثقافة العربية وتبدأ تتأثر بيها بشكل من الأشكال، وبدأ يحصل تجانس ما بين الثقافة العربية والأفريقية. على الناحية التانية قوافل التجار العرب اللي كانت بتروح أقصى اليمين في دول مثلا زي الصين وشرق آسيا ولحد روسيا كانت برضو بتروح في أفريقيا، لكن ده كان يعتبر في الشرق الأفريقي. أما في الغرب الأفريقي فالموضوع كان مختلف شوية، وبالذات مع وجود دولة زي المغرب. المغاربة اللي كانوا متبنيين الثقافة العربية بشكل كبير جدا واللغة العربية والإسلام، اللي مش بس نشروه في الأندلس وفي أسبانيا فوق، لا ده كمان نشروه في الدول الأفريقية اللي كانت حواليهم. أيوة، طب احنا نستنتج ايه بقى من كل ده؟ نستنتج ان بعد 1000 سنة من ملحمة السيرة الهلالية تيجي قرن 17 و18 و19 وتبدأ مرحلة الهجرة الجماعية للعبيد اللي كانوا موجودين في شمال وغرب أفريقيا للعالم الجديد. فين بقى؟ أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، واللي كانت حياتهم صعبة جدا بالذات مع نشأة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة مستقلة، واللي مع نشأتها برضو نشأت وتطورت أنواع جديدة من الموسيقى والمزيكا واللي كانت موجودة في التراث الأفريقي. مع الوقت بدأت تتغير ثقافة الأفارقة اللي موجودين في أمريكا، ودول المواطنين الأصليين اللي اتولدوا وبقوا سكان للأرض دي وبقوا أمريكان من الأصل الأفريقي. ولكن احنا كلنا عارفين اللي حصل، يعني مش محتاجين نتكلم في النقطة دي كتير. ونخش القرن العشرين ومن أول الأربعينات ولحد السبعينات تتغير شكل وثقافة الأفارقة اللي موجودين في أمريكا بسبب الأجيال اللي جت جديدة، وتبدأ تظهر أنواع جديدة من المزيكا زي الجاز مثلا اللي كانوا متخصصين فيه الأفارقة أكتر، لحد ما في أوائل الثمانينات ودخول ثورة التكنولوجيا ظهر نوع جديد من المزيكا غير البوب أو الجاز اللي كانوا معروفين قبلها، نوع مزيكا جديد كده وبعيد عن المسارح أو الفورمال، حاجة طالعة من قلب الشارع من المساكن القديمة، حاجة بتعبر عن معاناتهم وعن مشاكلهم هم بطريقة مختلفة تماما، والمزيكا دي تكون هي البداية الحقيقية للراب اللي احنا نعرفه دلوقتي، ولكن برضو مش الشكل الأول اللي احنا نعرفه حاليا، لأن اللي كان موجود وقتها كان اسمه راب أولد سكول، لأن اللي دلوقتي واللي شغال قوي حاليا اسمه راب نيو سكول، واللي بدا يتشهر قوي في التسعينات واتشهر على ايد ناس زي دكتور دري وامينيم ونايت دوغ. طبعا كان في ناس قبلها مش معروفه قوي، ولكن الناس دول بالذات هم اللي شهروا الراب وطلعوه لكل حته في العالم. وطبعا الاعز والاقرب لقلبي توباك اللي كان يعتبر ايقونه لنشر ثقافه الامريكان الافارقه اللي موجودين في العالم كله. ايوه عم محمد، طب احنا ايه علاقتنا بالراب كده؟ طب ما برضو هي مزيكا جايه من امريكا واحنا استخدمناها ما غيرناش فيها، ومين قال لك اللي احنا استوردناها زي ما هي كده؟ وهنا بقى نيجي لشكل الراب بعد ما دخل مصر، واللي دخل من حوالي 15-16 سنه كده، واللي بدا على ايد ناس يعني ما كانتش معها الامكانيات لدرجه ان الناس دي ما كانتش معروفه غير في المجتمع بتاعها بس. وبعد كده بدا تظهر ناس زي ايجي اولد سكول، وبقى فيه بعد كده واي كرو، وطبعا بعد كده ظهر احمد مكي اللي بدا يعرف الشعب المصري كله عن الراب والاولد سكول راب في السينما المصريه. لحد من بعد 2015-2016 بدات تظهر حاجه غريبه. الحاجه الغريبه دي بقى هي موجه جديده من الراب المصري اللي اتعرف بعد كده باسم النيو سكول، وانا بتكلم هنا في الحيز المصري. وبدانا نشوف ناس بيعملوا راب شكله مختلف شويه عن شكل الاولد سكول اللي احنا كنا متعودين عليه، راب فيه طابع مصري اكتر وشكله بدا يتغير عن الراب الامريكي اللي احنا كنا واخدينه من بره ده. وبدانا نشوف ناس بتستخدم النوع ده من المزيكا وتطوره وتشتغل عليه، وعندك امثله مثلا زي ابي يوسف او الجوكر او شاهين عم سقور مصر. الثلاثه دول تختلف او تتفق معاهم يعني كانه كل واحد فيهم بيعمل لون مختلف، ولكن هما كان البدايه الحقيقيه للراب سين المصري او النيو سكول بتاع الراب سين المصري الجديد، الموجه اللي احنا شغالين فيها وبنشوفها دلوقتي. دول كده كانوا الاستفتاحه، يعني بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وبدانا بعد كده بفترة صغيرة نشوف شباب تانية بتستخدم ليركس وفرو اقرب شوية ومختلفة اكتر عن الاولد سكول اللي اتكلمنا عليه. عندك زي مين مثلا؟ عد معايا: مروان بابلو، ويجز، مروان موسى، ليجاسي ده اكتر واحد بحبه الصراحة، وعندك ناس تانية زي باتيستوتا مثلا، لا بتاكد بس لو في كوز لانشون طالع هنا ولا هنا، وعندك برضو زي احمد سانتا وارسينيك وموسكو وموسى سام، وفي ناس تانية برضو بس انا مش مجمع حاليا يعني، بس عشان الحلقه بهوقت مننا خالص. اهي الناس دي بقى هي الطلعه او الجيل الجديد بتاع الراب سين المصري اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي، واللي تختلف وتتفق مع اي حد فيهم دي مش مشكلتي، الا وان كلنا متفقين ان الناس دي طلعت نوع جديد جدا من المزيكا، وبقى في طبقه جديده من المزيكا بتعبر على شريحه كبيره جدا من الاجيال مش بس جيل واحد. والقصه بقى ما تفرقش معايا بقى، لا ده تراب شعبي، لا ده مهرجان، ايه كيك وسنير، انا بتكلم هنا في المحور والجوهر. الهدف بقى من كل اللي احنا قلناه ده هي حاجه واحده بس، وهي ان لغتنا وثقافتنا اعمق مما نتخيل انا وانت، وكل ما ندور فيها اكتر هنلاقي حاجات احنا ما نعرفهاش وما كناش نتخيلها، وان اي حاجه جامده او حاجه فشيخه احنا بنسمعها دلوقتي هي لي حاجه من الاثنين، يا اما هي طالعه من عندنا في الاساس، يا اما احنا اصلا عندنا حاجه اجمد منها ومجرد ان الوقت عدى عليها مش اكتر. عشان تعرف اللي احنا كنا بنعمل راب من 1200 سنه فاتوا. ولو عجبك الفيديو مش هوصيك لايك سبسكرايب شير الحاجات اللي احنا بنحبها دي، ولو انت مهتم بالتداول والاستثمار فشركه ايفست هتديك 50
50% بونص على اول ايداع، وهتلاقي كل الروابط بتاعتهم في الديسكريبشن او في الفيسبوك تحت. وبس كده، سلام.